قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن القيادة الفلسطينية تجري اتصالات مكثفة مع الأشقاء والعديد من الدول لوقف عدوان الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك والمصلين. وقال بيان صادر عن اللجنة إن اقتحام المسجد الأقصى من قبل قوات الاحتلال والاعتداء على المصلين بهذه الوحشية يتطلب التحرك العاجل فلسطينيا وعربيا ودوليا ووضع الجميع أمام مسؤوليتهم في حماية المقدسات والمصلين من بطش الاحتلال.